اعتذرت الفنانة دينا فؤاد عن المشاركة في أي أعمال دراما رمضان المقبل، وأكدت دينا أن سبب اعتذارها هو انشغالها طول الفترة اللي فاتت بتصوير مسلسلي عيون القلب ومن الجاني، ولكن انتشرت أخبار بتأكد أن مش دي الأسباب الحقيقية وراء اعتذارها، ولكن خطوبتها اللي ما أعلنتش عنها هي السبب الحقيقي. نفت الفنانة منى فضلي الأخبار اللي انتشرت بخصوص مشاركتها في بطولة فيلم نص دستة حريم، وأكدت أنها ما تعرفش حاجة عن الفيلم ده، وقالت منى أنها ما تعرضش عليها المشاركة في الفيلم أساساً، وأنها مستاءة جداً من تداول الصحف والمواقع تصريحات على لسانها عن مشاركتها في الفيلم. أكد الفنان محمود قابيل أنه ما تابعش وقائع تطورات محاكمة الفنان حسين فهمي في دعوى السب والقصف إلا أقامها ضده، وده بسبب وجوده بالولايات المتحدة لأسباب خاصة. وأضاف قابيل أنه بيثق في عدالة القضاء المصري اللي حينحاس في النهاية للقيم الأخلاقية اللي تربينا عليها، وأكد أنه ترك لمحامي الخاص متابعة سير الدعوى. ومعروف أن بداية المشكلة حصلت لما الفنان حسين فهمي سب محمود قابيل وقال أنه كذاب ومش فنان ولا ليه علاقة بالفن. أكدت المطربة ساندي إنها متضايقة جداً من سعد الصغير وبرنامجه سعد وسعد اللي تعمد في الإساءة ليها بعد ما عرض حلقة صورتها معاه وتجاوز فيها بالألفاظ عليها، وهي طلبت عدم عرض الحلقة لكن فوجئت بأنهم عرضوها وخلفوا وعدهم ليها. ونشرت ساندي بيان على صفحتها الرسمية على الفيسبوك وقالت اللي حصل من قناة الحياة وسعد الصغير تصرف غير لائق بالمرة، وأكيد هيكون ليا رد عليه، وبعتذر إني ما ردتش على الفنان بضربة مماثلة. أثار النجم محمد منير أزمة كبيرة بين جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما هاجموا نشطاء كتير على ظهوره في حفل ختام المؤتمر الاقتصادي وهو بيترنح، وتقال أنه كان تحت تأثير الخمر. وانتقد الجمهور كمان الموقف اللي حصل بينه وبين بنت أحد الإعلاميين لما وضح إعجابه برأسها، وطلب منير منها أنهم ياخدوا سيلفي مع بعض. وطبعا دافع محبي منير عن نجمهم وردوا على كل مهاجميه بأن منير بيسكر لنفسه بس بيغني لمصر.